مرحبا اصدقائي، يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. مستعجله كثير والله، عن جد كان بدي ابدا المقدمه قبل، بس هلا يعني يا دوب 10 دقائق لازم اكون برا البيت. انا مثل ما قراتوا بالعنوان، ما بعرف شو راح يصير اليوم، ما بعرف، لكن اللي بعرفه انه راح يكون يوم ناري. فخليكم معي لنهايه الفيديو، واذا اول مره بتشوفوني معكم انا حبيبه، اشتركوا تحت بالقناه، حطوا سبسكرايب وحطوا لايك للفيديو. وهلا بدي اقول لكم نورتوا القناه، تعالوا معي. طالعين اليوم نحضر مهرجان الشارقة السينمائي، خليكم معي. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا في هدوء الليل، من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ كملوا. يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف، وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل العزم، صبري ولا العزمي، يعمل باجتهاد وعلى أبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. جزاك الله خيركم حبيبتي. بسأل السؤال، إذا تاحت لك الفرصة مثلا أجوان بدك برواية، نعم، وعقب أنيميشن، لو تاحت لك فرصة تكون مثلا فيلم سينمائي تمثلينه أنت، هل تتوقعين ان احساسك بيكون مثل الدوبلات، ولا تحسين ان بالصوت بيكون احساسك اقوى من التمثيل؟ هلا الدوبلاج يعني في صعوبه، اللي هي انه الممثل بده يحط كل احاسيسه وكل تقنياته التمثيليه فقط بالصوت، فهو هذا الشيء صعب. وهذا يعني في اختصاصين، مو كل الممثلين بيقدروا يكونوا ممثلين دوبلاج، والعكس كمان. هي يعني يمكن هذا حكي سمعتوه كثير، بس هو فعليا من قلوب فعليا بتحبكم، بتحب الشيء اللي انتم قدمتوا لنا اياه. الحمد لله كثير ممتنين، يعني قد ما حكينا قمه الامتنان للعطاء اللي قدمتوا لنا اياه. صنعتوا طفوله مبهره، صنعتوا لنا ذكريات، يعني اي شيء ممكن بالشارع نمشي
منشغل القناص ونجمع بعض نتذكر جون. يعني هي كانت شو أصعب شارة غديتيها؟ يعني واجهت صعوبات فيها كليش بعد؟ خليني أتذكر لكني لا أتذكر لحن ما صوت شجي أغني عن شهر ديسمبر دائما حولي وقبل النوم لكنها تبدو حقيقة اليوم كلما مرت بخاطري تلهب مشاعري السينمائي عن جد كأنه واقعي. هذا هو.
closer or and how they feel to the environment that they're in. Composition, so if you're watching to be a cinematographer. ما كانت في الإسلام. اليوم لازم يعني نجتهد على العمل. واللي ساعدني إخواني يعني حتى في هذا العمل. سينما ولقيتها فاضية ما في هدا. أصدقائي هلا قرب المكان يسكر. أنا صراحة كتير مستمتعة بس لازم أرجع. فصراحة اليوم السعادة الهرمون السعادة كتير عالي الحمد لله يا رب. المكان لسه حافل لكن خفت الزحمة والفعاليات تقريبا بلشوا يخلصوا لأنه هن الفاتحين من الصبح. بصراحة شوف ناس شخصيات جدا لطيفة، تعرفت على ناس كتير حلوين وأستاذ الرشرز الفيديو كله والله عشانها. أخذنا صورة حلوة كمان هون، هذا المكان حلو أخذنا صورة. رح تعمل لي هلا ميك اب جليتر على هاي المنطقة، شوفوا ما أحلى هذا قسم الأطفال، بس أنا شوفوا كثير حبيت أعمل هاي الفكرة. وين؟ هير أو هير؟ هير؟ أم I need if there is white glitter like this one. هلا دخلت على غرفة الاستراحة أو واشنج روم، موبايلي فصل فقاعدة عم بشحنه وقلت لريح شو. أوكي شوفوا الجليتر، شوفوا أحلى. كنت حابة هذا الطرف أكثر بس ما بعرف إيش عملته أنا. أصدقائي بتوقع لهون رح يكون خلص فيديو. صراحة يوم حافل جدا، إن شاء الله يكون المشاهد عجبتكم، إن شاء الله تكون اللقطات مميزة. رشرز مع الفعاليات مع الأنشطة اللي عملناها إن شاء الله بتمنى تكون
قدرت تغطي الفعالية اليوم. في ناس هون قبل ما تسكروا الفيديو اشتركوا بقناتي وحطوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس، وبدي أقول لكم دمتم بألف خير، تحياتي.